أذهب وإياكم الآن إلى أهالي حي الجهاد، تحديداً منطقة السجاد بمنطقة واسط، وهناك 27 مصاباً بمرض السرطان، بينهم 6 أشخاص فارقوا الحياة، وجميعهم يسكنون شارعاً واحداً أو مربعاً واحداً كما يسميه السكان في منطقة السجاد. ويرجع السبب كما يذكر الأهالي أن أكثر من 4 أبراج للاتصالات في نفس المنطقة موجودة في المنطقة التي يسكنها محدودو الدخل، حيث أكد النشطاء أن تلك المنطقة لا يزورها مسؤولون على الإطلاق، ولم تستجب لطلبات أهلها أي جهة صحية أو بيئية. من هاي المصائب هاي اللي حطوناها هنا، هذه سببت أمراض وسببت موت بالأطفال وسببت موت بالنساء، والمنطقة هذه يعني شبه المعدومة، معدومة بسبب هاي الكوارث هذه. خدمات ماكو، شارع هذا تشوفينه مكرم من يسمع ماي المجاري وماي الشرب سوى. هسه هذا الماي هذا ماي الشرب وماي المجاري سوى هذا. زين هذا ماي المجاري باقي. هاي حفرة هاي حفروها اتصالات وصار ماي المجرى، يعني المواطن يشرب من المجرى. جاي يخبطون له خبطة من الماي الصالح في المجرى. جاي يشرب. هذا المواطن الكريم. نلعدل من المحافظ، نلعدل من المنظمات الإنسانية، وندعي أهل المروة يحلونا هاي المصيبة مال المنطقة. زين ما حد يجاكم ما حزاركم ما حد يزور، حتى اللي يجي يغلس، حتى اللي يجي يغلس جاي يغلس يباوع. ايوه ايوه هاي تسع سنين هاي المنطقة ماكو انتخابات. هسه تسع سنين صار لها المنطقة الشركة على حطتها.